مآذن تصدح بذكر الله، ومصلون كبروه تكبيرا وحمدوه كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا في صلاة عيد غابت في الفطر الماضي احترازيا خشية تفشي وباء، لتعود وفق إجراءات صحية وفيها فرحة لقاء في مساجد وأداء شعيرة. نسأل الله عز وجل الفضل والمنة والإحسان إلينا، ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة وهذه المنة، وأن يتممها علينا بأن يرفع هذا الوباء وهذا الأمراض وهذه الأمور، وعلينا أن نلتزم بطاعة ولي الأمر فيما جعلوه من توجيهات تعود حقيقة علينا بالنفع. وقد أمرنا الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، والطاعة تكون بالمعروف، وهذا من المعروف العظيم الذي فيه تنظيم للناس والحفاظ على حياتهم وعلى صحتهم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونحافظ في هذا العيد على التباعد، وعلى أن نلتقي اجتماعيا، لا نتباعد اجتماعيا لكن مع الاحترازات الصحية والتعليمات التي وضعتها الجهات المعنية. حسن تنظيم والترتيب واستماع لخطبة فيها نصح وإرشاد لتعاليم دين وشريعة ودعاء بأن يرفع الله البلاء والوباء. فرحة ما توصف، يعني العيد اللي طاف صلينا ببيوتنا، العيد الأضحى صلينا إن شاء الله بالمساجد مع التزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، اللهم لك الحمد، عسى الله يتمم علينا ويزيح القمة. الشعور عظيم الحقيقة، رجوع المساجد والحمد لله الناس تجمعت اليوم، عيد فرحة، وإن شاء الله نسأل الله تزول عندنا القمة هذه وترجع المساجد لما كانت عليه السابق، زين، بالتلاحم والتراص إن شاء الله والمحبة إن شاء الله. قضيت الصلاة وخرج المصلون حامدين شاكرين، وسلام فيما بينهم بتباعد اجتماعي طاعة واستجابة لإرشادات صحية. فرحة العيد اكتملت والحمد لله رب العالمين، اليوم صلينا وأمس صمنا عرفات، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بعد الشغلة هذه راح نروح إن شاء الله لزيارات مع مراعاة التباعد الاجتماعي. طبعا زيارات الأهل والأقارب يعني ضرورية، ولكن لازم أن نراعي ما التباعد الاجتماعي ووصلتنا عليه وزارة الصحة ووزارة الأوقاف إن شاء الله. ولأول مرة بسبب الجائحة خلت المساجد من تكبيرات الصغار والأطفال التزاما بقرار وقائي سمح لأعمار دون أخرى لأداء صلاة العيد. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت قرارا قبل أيام بالسماح بإقامة صلاة العيد في المصليات والمساجد، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية بإمكان إقامتها شريطة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازات الوقائية. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.